قبل ما نخش في المونديال يا اسلام، تعليقكم ايه على الصوره الاخيره؟ انها صوره جميله جدا، يعني بعثه النادي الاهلي بتخرج من اقامه الفريق وبتسافر الى الرباط، وازاي الناس بتستقبل وبتودع بعثه النادي الاهلي، وقد ايه عارفين قيمه النادي الاهلي وبيعتزوا اعتزاز شديد جدا جدا بالنادي الاهلي. كابتن فتحي اتفضل. شوف يا كابتن هاني وكابتن اسلام، ولا كابتن اسلام وكابتن هاني وكابتن ماهر، الارتباط بين النادي الاهلي، ارتباط بين ممثلي النادي الاهلي، ارتباط بين بعثه النادي الاهلي والجماهير المغربيه والمقيمين هناك في المغرب وكل المغاربه اللي هناك، في ارتباط قوي جدا، وده اللي عجبني خلاه. والله يا كابتن عجبني الشكل العام. يعني الارتباط الكامل ده كله هو اللي هيئ المناخ، ان هم دلوقتي ايه بيودعوهم، وهو بيسقفوا لهم وبيودعوهم وهم بيستقبلوهم، يبقى التوديع والاستقبال والحميميه في المعيشه حسوا انهم جزء منهم، وحسوا ان هم دلوقتي الجزء الباقي، مع احترامي المثل يقول لك الوداد دلوقتي لم يوفق في المباراه الاولى والهلال اتوفق، فهم دلوقتي كمغاربه ومصريين هو ده بقى فرقتنا اللي هي. صحيح، حتى قالوا ان الاهلي هو دلوقتي ممثل المغرب في كاس العالم للانديه، يعني كده، مش عشان بغض النظر عن احنا ما بنقولش عشان الهلال، عشان افريقيا، ان هو الهلال اسيا. صحيح، يعني اذا الوداد المغربي حاسس انه افريقيا، واللي باقي له من افريقيا هو النادي الاهلي، فعشان كده ارتباطهم بينهم. والحمد لله الثلاثه، المثلث اللي هو كان مشارك في هذه البطوله، اثنين فيهم اتوفقوا وواحد لم يوفق، لكن ان شاء الله موافق هو ان هو في الملعب، يكفي ان الوداد هيبقى موجود وهو اللي بيستضيف البطوله وهو صحيح. اسمه، وهيفضل لغايه اخر يوم في البطوله الوداد له دور رئيسي في نجاح هذه البطوله، رغم ان هو لم يوفق، وبالتالي هم حاسين النادي الاهلي هو ده بقى ابنهم الثاني اللي هو موجود اللي يقدر يشاركوا بيه، فعشان كده هم مرتبطين ببعض، سواء بالكولر او سواء باللعيبه، سواء بالاداريين، سواء بكل البعثه، بدايه من كابتن محمود الخطيب الى كل افراد البعثه، تحس انهم اسره واحده، تحس انهم مجموعه. صحيح. بتتحرك مع بعض، مجموعه اصدقاء، مجموعه احبه، مجموعه، يعني ما تقولش ان ده، مع فارق ان في احترام، في رئيس، في نائب، في مدير، في كذا كذا كذا، في كل الحاجات دي كلها، لكن كل واحد له وضعه، لكن كلهم اسره واحده زي الاب ببيته. صحيح. الصوره يا هاني يا اسلام كابتن فتحي بتعبر على التواضع اللي موجود عليه النادي الاهلي من ناحيه قياده النادي الاهلي بكابتن محمود الخطيب، والتواضع اللي موجود من خلال من اول ما نزل طبعا المغرب كرئيس بعثه، واستقبال بقى الجماهير المغربيه، واستقبال سفيرنا للبعثه، والناس كلها هناك مبسوطه جدا بوجود النادي الاهلي. التواضع الموجود في الصوره كمان بالنسبه للراجل، يعني راجل اول ما نزل شفناه في النادي الاهلي اتصور مع الناس وعمال غرف الملابس والمسؤولين والمدربين والمساعدين، وده اذا كان بيدل فبيدل ان الراجل ده فعلا راجل ذكي، راجل بتاع شغل، راجل محترف، وبيأكد بقى في الصوره ديت ان هو حتى كمان ما بينساش الفضل الناس الموجودين، العمال الموجودين في الفندق، او العمال اللي بيتعاملوا مع اللعيبه. الجزئيه دي كمان خلي بالك، بنتكلم على قيمه النادي الاهلي، وان مارسيل كولر بيدي تليفون عشان الناس تصوروا، علشان الصوره دي هتتشير على صفحته، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، هتوصل لبعض الجرائد والصحف العالميه والصحف السويسريه بما انه راجل سويسري، وبالتالي كمان مهم جدا انك النادي الاهلي بيقدر المدير الفني بقدر كبير، وعلى هذا القدر كمان المدير الفني عارف وبيقدر قيمه الكيان اللي بيشتغل فيه، وبيحاول بقدر الامكان ان هو كمان ينقل هذه الصوره لبلده، بينقلها لسويسرا. دي صحيح. بلد في منتصف اوروبا، وكل اوروبا احنا عارفينها يعتبر دوله واحده، وبالتالي كابتن اسلام دي اللي بتكلم عليها بقى، الجزء اللي بره الكوره، ان النادي الاهلي صوره مشرفه جدا جدا للكره المصريه والافريقيه، بينقلها مديره الفني لبلده، وبالتالي بيكون
دي كمان دعايه قويه جدا للكره المصريه ومتمثله في النادي الاهلي.